السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا أول تصريح نعدله بعد ذيك الكلمة المغتضبة اللي عدلت أمام ذكنة درك واللي أعلنت فيها بعد خروجي مباشرة بعد اعتقال تعسفي لمدة 7 أيام. أعلنت في ذيك الكلمة المغتضبة، أعلن اللي كان لا هو اللي ما زال، وأعلن لا نكوص ولا تراجع عن نشر عن صفقات الفساد وفضح المفسدين. هون نختار نشكر جميع الشعب الموريتاني على تضامنه معي، ونختار نعزي في قتل الناشط الحقوقي الصوفي واللي الشين، ونعزي راسي ونعزي الشعب الموريتاني ونعزي أسرة المغدور، ونقول هون على ان نحن كاملين مشاريع صوفي والشين ثاني، وعلن الشعب الموريتاني اللي ما يقوم مع راسه ويتم ينكر المناكر وينكر الظلم وينكر الاضطهاد وينكر الاضطهاد وينكر ذا اللي تعرض له من ظلم وفساد وتهميش وقبن على جميع المستويات، على انه له يتم ينقبض واحد واحد ويعدل له نفس اللي عدل للصوفي وللشين. اعلن الشعب الموريتاني ينفعه الا اعلنه يوقف كامل في وجه اي ظلم شافه واي تقييد للحريات واي سجن للحقوقيين. والله الناس اللي واقفه خصوصا من داخل الوطن تكشف الفساد وتناضل من اجل واقع افضل للمواطن الموريتاني. انا نختار هون بصفة مركزة وموجزة نديركم في صورة بعض الوقائع والأحداث اللي تعرضت لها. أنا تم اعتقالي يوم 27 من طرف درك، وخبروني خالق ياسر من الأمور والمعطيات اللي اكتنفت ظروف اعتقالي، ندور ما زلت كامل نديركم في صورتها. ياسر من التعسف وياسر من الإرهاب النفسي اللي يمارس علي والتعسف اللفظي، وعلى مدى 7 أيام أنا داخل الذكنة. وفي الأخير دركت عن ذا كامل هدفه لا علني يمارس علي ضغط وإرهاب، ويكان يعود صورة لحد كامل، مثال لحد كامل يقرر على أنه يكشف الفساد والله يتكلم عن النهب في موريتانيا. للأسف أنا كنت مراهن على أني كمدون وكمواطن موريتاني مهتم بكشف الفساد، كنت مراهن على موريتانيا فيها فسحة من الحرية وفسحة تسمح العلن يقدر يتكلم مدون والله مواطن عن صفقات فساد ولا يسجن. ومع ان ياسر من الناس كانوا يبروني ويحذروني يقولوا لي لا انت تقول نفس اللي يقولوا تشارك مع نفس المدونين في الخارج وانت هون في موريتانيا، نقول لهم لا انا ماني لين اعتقل بني، انا نتكلم عن الفساد، انا ما نسي على رواقيج، انا نتكلم عن فساد وعلى رئيس الجمهوريه قال على اي مواطن شاف فساد والله شاف أمور ما هي واضحة يالتو يتحدث عنها. وعلن الديمقراطية اللي بين ظفرين علنها تحمي لا رقاش حري تكفل للمواطنين حرية التعبير. حقيقة أنا تفاجأت بأن تم استدعائي من طرف الدرك وتمت مصادرة هواتفي وجواز سفري، قدم لي محول اكتشف عن الشكاية لها أسبوع مطروح عند الناس يقال الزيادة على الضغط، وعيط لي لا يوم الجمعة كيف ما تعرفوا عطلة ويكند الحراسة النظرية ما تشملها، تبدأ لا من عند يوم الاثنين، هذا باش مضي أطول فترة ممكنة في التوقيف، ويمارس علي ياسر من الإرهاب النفسي والتعنيف التعنيف اللفظي. للأسف رئيس لجنة الصفقات عرف على أنه أنا ما يقدر يستدعاني
عند الدرك بتهمة على أني انشرت عن صفقات فساد، ولذلك الجأ للفبركة والتلفيق، وقال على أني من الناس مبين ضمن ياسر من المدونين على أنه يتهمنا قرصنة حساباته. وهذا في الحقيقة تعرف عنها تهمة سخيفة جدا. أنا وذاك الطفل القاصر قال له محمد فاضل. بالمناسبة أنا محمد فاضل ما هو صديقي افتراضي، ولكن نعرفه نهائيا. يكون شوي عييت نشوف له تدوينات على الفضاء الافتراضي، على عكس المدونين الأخرين اللي نعرفه اللي أصدقائي. محمد فاضل أنا ما هو صديقي، طفل قاصر وعنده توجهات خاصة في التدوين، التهمك والسخرية. كطفل عنده هو توجهات، أنا ما كان صديقي نهائيا، ولا كانت مبيني معه أي معرفة. في التحقيق ذا الشخص عن طريق فبركات وعن طريق تلفيقات حاول كانوا يربطني بذا الطفل، وكلنا وعدنا معاه تحقيق. هو قال على أنه أنا ما يعرفني، وأنا قلت على أنه أنا ما نعرفه. وفم سبحان الله تحويلات على وسترنيون ملفقين وفوكالات، واضح لأنهم الهدف منهم هم وصم رواقيش، وهم الهدف منهم وصمنا والتلفيق علينا. والناس اللي معدلتهم واضح لأنها مبتدئة في التلفيق، فوكالات وتحويلات على وسترنيون. وبالنسبة للتحويلات بعد تحقيق وبعد ذهاب الوسترنيون تأكد على أنهم تحويلات على أنهم مفبركة، على ما عندهم أي أساس. وسترنيون قالت لهم على أن هذا مزور، وعلى أني لا أنا ولا طفيل القاصر على أن ما قد جاوهم نهائيا تحويلات من عندنا. وهون لين أرجع لرواية أخرى، هذا رئيس لجنة الصفقات للأسف يتعامل مع واحد من أصحاب السوابق، ومعروف قطنز جيم مرات، ومعروف بممارسة النوع من الاحتيال. على المسؤولين يجي المسؤول ويوهموا على خالق مدري يتقصن حساباته، وإذا كامل كان يطيح منه طرنيشة. للأسف هذا بنادم صاحب السوابق هذا احتال على رئيس لجنة الصفقات، وجاب له أمور، وهو اللي حسب المعطيات كاملة، هو اللي جاء وعرض خدماته على رئيس لجنة الصفقات، وحسب فيديو نشره المعني قال فيه على أن رئيس لجنة الصفقات على أنه جاه ومشبيه وقاسوا وكيل الجمهورية، وقالوا له على أنهم لا يعدلوا شمن الشاقلة، ووكيل الجمهورية ما أعطاهم لذن في ذا. طبيعي وكيل الجمهورية ما يقد يعطي لذن في انتهاك خصوصيات الناس ولا في القرصنة. أنا تفاجأت إلين فطيت تليفوني للدرك، تفاجأت عن خصوصياتي كاملة انتشرت، وانتشر رصيدي البنكي، وتعرضت لنشر خصوصيات أخرى ياسرة من خلال حساب مستعار. جميع المعطيات المؤكدة قالت على أنه لذا الحساب المستعار على أنه يعود لذاك منادم اللي ينقال له، ذاك المقرصن اللي تعامل معاه رئيس لجنة الصفقات، وعلى أنه ذاك التسريب خلق وقت تسليم تليفوني أنا للدرك. السؤال هون بس محالة تليفون محتجزة عند الدرك وعند رقاش قيد التحقيق وموقوف يتم تسريب معلوماته لجهات أخرى. انتشر حسابي على بنكيلي، رصيدي البنكي، وهذا هو اللي يوجهنا شعور أمر ثاني خطير جدا. علاش يسمح البنك الشعبي بنشر رصيدي أنا البنكي، والجهة اللي نشرته شن هي؟ هذا هو اللي تساؤلات خطيرة لابد ذو الجهات كاملين يجيبوا عنها. المهم عن تأكدنا عن ذا المقرصن اللي معروف على أنه هو وراء ذي الرواية، وأنا هم ما نعرف كان يعني هو اللي قرصن عليا، والله كان والجيلاني هو اللي تعرض للقرصنة. يوم الخميس الماضي إلين جينا تم استدعانا أيضا من طرف الدرك. أنا تحت أنا ضرك ماني مسموح، ما مسموح لي بالسفر، وتحت الرقابة القضائية، وضامني الوالد عند الدرك
تم استدعائي من طرف الدرك وبناء على طلب وكيل جمهورية. وجينا الوكيل الجمهورية تفاجأت صباحا مجيء رئيس لجنة الصفقات ورافد معاه، هذا اللي هو يوم الخميس، هذا الشخص رافد معاه ثلاث مجلدات، رافدهم دركي وعيط لي عند التحقيق. هذه المجلدات تكت عن راجل كان واحل وقته كامل الا يسكاني جميع التدوينات اللي قطع دلتانا واللي قطع دل طالب والعبد الودود واللي قطع دل سيدي كماش واللي قطع دل محمد بويا والبي اللهي واللي قطع دل طفل القاصر، هذا كامل مسكانيه. الراجل ما عنده من الشغلة يكون تروسي تدويناته للفيسبوك ويبان. وثانية نذكر القضية هم مهمة، أنا طول ذيك 7 أيام اللي قضيتها عند الدرك هذا الراجل كان قليل اليوم ما يجي فمات إياها جوية، كان يشرف على ذاك الترهيب اللي يعدل لي أنا، كان يقدم اعتذار عناش، اعتذار عني ولفق علي وانتهكوا خصوصياتي. ثانية من أهم النقاط اللي النقاط الاتهام اللي ذكرها الوكيل وكيل الجمهورية في حضور لفيف المحامين، وهون اللي ننتهز هذه الفرصة والمناسبة كان نشكر العمداء والمحامين الشرفاء اللي تبنوا قضيتي بما لأنها قضية رأي ولأنهم يعرفوا عنها قضية عادلة. نشكر هون النائب الموقر محامي العيد والمحمدن والمحامي والأستاذ أحمد والسيدنا والمحامي والأستاذ محمد سعيد مبارك والمحامي والأستاذ ناصر والمحمد الأقضف والمحامي والأستاذ محمد الجدو والمحامي والأستاذ عبيد اللي ما كان هون في موريتانيا قار واكب مجريات باط ذي الأمور كاملة من الخارج وكان معانا أول بأول. نشكرهم على التضامن وعلى المؤازرة وعلى وقوفهم معايا في ذي المحنة اللي تعرضت لها، وهذا حقيقة ما هو غريب عليهم بأن نحن نعرف عن هذه الجماعة كاملة وخصوصا العيد، شخص نادب راسه للدفاع عن الناس كاملة اللي تتعرض للظلم والناس كاملة اللي يتهموها المفسدين ويروق ويكانهم يسكتوها. أنا بالمناسبة هذا كامل الزمن مضيت تليفوني مكرودة ولا نقدر ندون عليها شيء بين فيسبوكي مربوط برقمي اللي موجود في تليفون، ولذلك ما قديت نشر عليه شيء ولا قديت ندون. والرئيس لجنة الصفقات جاب مجلد فيه على أنه تعرض فيه كودات والله فيه روايات على أنه تعرض لآلاف محاولات القرصنة من يانا ومن ياسر من الفسابكة للمدونين منهم سيدي كماش ومنهم البي اللهي، واللي اتهم هذو الخلطة الاثنين على أنهم كانوا يمشوا ليانا الفضاء عبر وسترنيون. ذوك الوثائق اللي تأكدنا على أنهم ملفقين وحد كامل من أهل الفيسبوك يعرف على أن هذا ما هو عاطي للمعنى نهائيا، على أن لا سيدي كماش ولا محمد البي اللهي يمشوا ليانا الفضاء، كان يقرصن حسابات والجيلان بين ما هو عاطي قاع للمعنى، وحد له قرصن حد قاع يقد يقرصنه من الخارج لا شمتن له كونكسيون واكثر الناس اللي خبارية في ذا النوع من الأمور. ثانيتان نختير هون سوى هو حساب والجيلاني على الفيسبوك ذا فيه شن هو ذا فيه شن هو اللي عدل يشك على ان الحرب في أوكرانيا وقفت يا كان مبين الروس والولايات المتحدة الأمريكية كانهم يصيبوا القرصنة حسابه هو، وعلى المخابرات العالم كامل والام اي 5 والام اي 6 والسي اي اي والاف بي اي والكاجبي عاد وما زالوا خالقين على انهم هذو كاملين يروقوا يقرصنوا حسابه. هذا اخوتوني يعاد 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 الراجل فمده تهمه بهذا قالتوا توقف والله يعاد هو للاسف عنده اضطرابات من نوع ما يالت مولي ذي الروايه يالت الناس تفهم انا دارك مجوب على اني نحاول قرصنه حسابات الراجل. بالتأكيد أنا نعرف على أني أنا الراجل ما قد يجيبني على أنه يتهمني على أني مطالب بتحقيق في صفقة عمومية، هذا ما يقد حد يجاب عليه ولا يتم إيقافه، ولذلك الجئ لهذه الفبركات والتلفيقات للأسف الشديد أنا ذا الراجل ما عندي معاه
نعودهم ونكرر، ما عندي معها أي مشكلة شخصية. أنا ننتقد مئات الوزراء وعشرات المسؤولين على صفحتي كاملين، ما فيهم حد قط اتهمني على أني قصنت حسابه، ولا فيهم، وأنا من نفسي ما قط عادوا عندي سوابق في القرصنة، ولاني أصحاب سوابق، ولا قط الحمد لله خشيت كوميساريا أبدا باش نعودي قد حد يتهمني بذا النوع نهائيا. واستغربت على انه نجاب كل مره، وعلى ان الراجل يجيب مجلدات على اني انا وياسر من الاشخاص الاخرين نروقون نقرصنوا حساباته. وتوف هذا من الامور اللي بقيت نديركم في صورتها. انا ذا الراجل قبل 3 اسابيع وقبل التداول ذي صفقه تاجير السيارات اللي انا كمواطن من بين ياسر مواطنين الجمهوري الإسلامي الموريتاني شكينا فيها وطلبنا بالتحقيق فيها، ما عندي معها أي مشكلة شخصية ولا قط أبدا تناولته قبل هذه الصفقة لذا هي، وإذا كامل اللي كتبت موجود على صفحتي الشخصية على فيسبوك، وأنا مسؤولة لا على ذا اللي على صفحتي على فيسبوك. تصوروا على أني يتم تلفيق لهذه التهم، يكان أنه سكت دارك واضح على أني أنا الهدف من ذا كامل عاد واضح، الهدف مني منه على أني أنا يمارس علي إرهاب، يكاني نتوقف عن التدوين ونتوقف عن كشف الفساد ونتوقف عن ذا اللي انتدبت له راسي من أجل هذا المواطني، ونعدله أنا من داخل موريتاني بيمراهن عن فم حرية من حرية التعبير تسمح لي على أني ننتقد هون من داخل وطني كنت مراهن عليها. قال للأسف جبرت على أنها ماي خالقة، تم إيقافي لمدة أسبوع، ودي حق هذا كانت في جراج خاسرة، وخسر لي ياسر من الهم، وأهلي بيظلوا يباتوا في البرد واقفين، وياسر من الأمور حقيقة اللي تعرضت لها فيها الأمور التعسفية والتعنيفات اللفظية، وياسر من الأمور في المعتقل ما زلت ندور إن شاء الله نصيب لها إلين نديركم كاملين في صورتها. المهم نختار هون نوضح لكم على أن هذا الراجل للأسف الشديد إلجأ للتلفيق، إلجأ للتلفيق يكانوا يمارس عليا هذا الإرهاب، ويكان مات لحد في موريتاني قد ينتقدوا نهائيا، يعود هو والجيلاني هذا أي رقاش انتقدوا والله تكلم له لهي مثلا يتعرض ذا اللي تعرضت له أنا. هذا هو الهدف الأساسي من ذي الرواية كاملة، وأنا نهائيا علي ياسر من الضغوط وياسر من الأمور، يقر هذه قضية شأن عام، قضية رأي عام، قضية أكبر مني أنا، وأنا ما نقد نتخذ فيها، وراني إلى ذلك نعرف عن ذا الكذب يوقف كامل والتلفيق يوقف كامل ويدور ينكشف. أنا جيت يوم الخميس للوكيل الجمهورية وقال على أنه يدور مثلا يمشي هذا المجلد اللي فيه آلاف عمليات القرصنة اللي يمشيه الخبير، كانوا يتأكد منه. سبحان الله حقيقة هذا الاتهام بالقرصنة أنتم كاملين تعرفوا عنه اتهام سخيف جدا جدا. أنا قبضني الكلام وطولت عليكم، إن شاء الله أول وقت إلي أنتوا أخذ تليفوني إن شاء الله دون نعد اللايف ديركم في صورة ياسر من الأمور وياسر من بعض كواليس التوقيف وذاك اللي تعرضت له كامل خلاله إن شاء الله، ونتمنى لكم تكونوا بخير وعلى أحسن ما يرام.